نظمت حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة الجهاد الإسلامي مسيرة في قطاع غزة عقب صلاة الجمعة، مسيرة جماهيرية نصرة للهبة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة. انطلقت المسيرة من مخيم النصيرات وسط القطاع، وسط هتافات تدعو لاستمرار انتفاضة القدس ودعوات لدعمها محليا وعربيا. وشارك في المسيرة قادة الفصائل الفلسطينية الذين ألقوا كلمات دعت إلى دعم الفلسطينيين في انتفاضتهم، وطالبت القيادة الفلسطينية باحتضان خيار الانتفاضة ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. ومعنا من معبر بيت حنون في شمالي القطاع مراسلنا باسل خلف. باسل، يبدو أن هناك تظاهرات في الموقع من خلفك. نعم خالد، نحن الآن أمام معبر بيت حنون إيرز شمال قطاع غزة. كما تشاهد، هذه حشود من المتظاهرين الذين أتوا إلى هنا ضمن اشتباكات ومواجهات تحصل في أكثر من موقع في قطاع غزة. هذه أحد النقاط التماسة التي يشتبك بها الشبان الفلسطينيون مع قوات الاحتلال. هناك منطقة نحل عوز شرق مدينة غزة، وأيضا وسط القطاع شرق مخيم البريج، وجنوب القطاع إلى الشرق من مدينة خان يونس. حتى اللحظة هناك حوالي 20 إصابة، من بينها إصابات بالرصاص الحي في مختلف هذه المناطق، بالإضافة إلى أن قوات الاحتلال لا زالت تطلق القنابل الغاز المسيل الدموع وقنابل غاز الأعصاب في هذه المنطقة لمحاولة تفريق المتظاهرين. هذه المسيرة أو هذه المواجهات حدثت بعد صلاة الجمعة، حيث المسيرة التي كانت وسط مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والتي تحدث بها القيادي في حركة حماس وكذلك الجهاد الإسلامي، مطالبين ورافضين فيها محاولات الالتفاف على هذه الانتفاضة على حد وصف القيادي في حماس إسماعيل رضوان. هذه المسيرات تأتي بالتزامن أيضا مع مسيرات أخرى في الضفة الغربية، وهي أيضا تأتي مواصلة لمجموعة من الفعاليات التي كانت خلال الأسبوع الماضي. حتى اللحظة الأمور هنا غير مستقرة، هناك حالة توتر، هناك سيارات إسعاف في المنطقة، وأيضا هناك حالات من الإصابات. معظم الشبان المتواجدين هنا هم من صغار السن والشبان أيضا، بالإضافة إلى أن المعبر هنا لا يزال مفتوحا فقط لعودة المصلين الذين سمحت لهم قوات الاحتلال بالصلاة في المسجد الأقصى من قطاع غزة صباحا اليوم. شكرا لباسل خلف، كنت معنا من أمام معبر بيت حنون شمال قطاع غزة.